مرحبا، يعطيكم العافية والسلام للجميع. اليوم بدنا نحكي شوية عن اللغات في كندا، تعلم اللغات. خليكم معنا بعد الفاصل عشان نحكي لكم أكثر عن هذا الشيء. هذا الفيديو برعاية مكتب عمرو لخدمات الهجرة. مكتب عمرو لخدمات الهجرة مرخص من قبل الحكومة الكندية ومختصون بجميع قضايا الهجرة والزيارات إلى كندا. بيعرفوه معظم الناس إنه الحكومة الفيدرالية في كندا عندها لغتين رسميات اللي هم اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية، هذا على مستوى المقاطعة الحكومة الفيدرالية، لكن المقاطعات تختلف من مكان لمكان. الآن حكومة كيبيك اللغة الوحيدة الرسمية اللي هي اللغة الفرنسية، مقاطعة نيو برونزويك زي الحكومة الفيدرالية عندهم اللغتين الإنجليزي والفرنسي هم اللغتين الرسميات. أما باقي المقاطعات في كندا اللغة الرسمية عندهم اللغة الإنجليزية. الآن لغة مقاطعة أنتاريو بتلاقي فيها كتير فرنسيين، فعشان هيك اللغة الفرنسية دارج كتير في أنتاريو، بسموهم فرانكوفون أنتاريان. الآن اللي جايين هون جداد وخاصة الزوجات، إذا حابين يدرسوا لغة إنجليزية أو لغة فرنسية فهذا متاح لهم في معظم الأماكن. الآن مقاطعة كيبيك أعتقد القادمين الجدد بس بيستطيعوا أن يدرسوا فرنسي، ما بيستطيعوا يدرسوا إنجليزي. في أماكن بدرسوا إنجليزي بس لازم تدفع عليها. إذا بتدرس فرنسي في مقاطعة كيبيك هم بعطوك فلوس، باقي المقاطعات لا، ما بعطوك فلوس إلا إذا أنت على السوشيال أسيستنت أو على الويلفير. هذه شغلة ثانية بس مش عشان انك تدرس لغة. الآن دراسة اللغة بتكون رخيصة مثلا في مقاطعة أنتاريو، يمكن بالسيزن أو بالفصل الواحد 20-30 دولار فقط. تقدر تروح تدرس انجليزي او فرنسي حسب خيارك. طبعا انا بشجع اذا انت مقاطعه انتاريو انك تدرس انجليزي لانه هو مهم واسهل كتير لدراسته يعني من اللغه الفرنسيه. اللغه الفرنسيه شويه صعبه. الان عشان تعرف وين الاماكن اللي بتدرس بتدرس هاي الشغله بتكتب newcomer او قادم جديد English Training School او English School او ESL School. ESL English as Second Language، ثلاث احرف ESL، تلاقيها كثير يعني سهل جدا انك تلاقيها، ومهم جدا انك تبدا لانه لازم تتعرف على الناس اللي حواليك وتعرف كيف تحكي معهم. واللغه الانجليزيه essential، مهمة جدا لأنها المفتاح لأي شيء بدك تسويه في كندا، سواء بدك تسوي بزنس، سواء بدك تشتغل، سواء بدك تودي أولادك على المدرسة، بدك تحكي مع الأستاذ، بدك صار معك لا سمح الله حادث مرور بدك تحكي مع الشرطي، بدك تروح على المستشفى بدك تحكي مع الدكتور. كل هاي الشغلات مهمة أن يكون معك لغة، فأكيد أكيد أكيد لازم تنتبهوا على هذا الشغلة. ونراكم في حلقة. السلام. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد.